كان في الصحيحين يا إخوانا، لم تدون كل السنة الصحيحة في البخاري ومسلم. لا ده في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وسنن أبي داود ومسند البزار و و و و دواوين السنة كثيرة، دواوين السنة كثيرة مليئة بآلاف بل بعشرات الآلاف من الأحاديث الصحيحة. ليس معنى أن الحديث ليس في البخاري ومسلم أنه ليس صحيح في صحته من ناحية السند ومن ناحية المتن، فإن صح الحديث وجب علينا أن نأخذ به، وإن لم يكن الحديث في البخاري ومسلم لأن السنة كلها لم تدون بكاملها في صحيح البخاري ومسلم. أرجو الحق سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تبيين يعني هذه المسألة حتى لا يلتبس الأمر على بعض أحبابي وإخواني وأخواتي. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. ارجع معي تاني بسرعة بقى إلى هذا الأمير أو إلى هذا الإمام المهدي. روى الحارث ابن أبي أسامة في مسنده بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، فيدفعه عيسى بين كتفيه ويقول تقدم فلك أقيمت، يعني الصلاة، بعضكم أمراء بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. في رواية في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة وفي لفظ لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل مني يواطئ اسمه اسمي، يعني اسمه محمد، واسم أبيه اسم أبي، يعني محمد بن عبد الله. وفي رواية في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المهدي من عترتي من ولد فاطمة، بل وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. الله أكبر، يهيئه الله تبارك وتعالى ليقود الأمة كلها في هذه الفتن الحالكة، لأن خلافة راشدة على منهاج النبوة سوف تعود حتما للأرض بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. مش بقولك ما تيأش ولا تقنط، مش بالهوى ولا بالأحلام الوردية، وإنما بالأدلة القرآنية والنبوية. اسمع ماذا قال سيد البشرية، والحديث رواه أحمد في مسنده وغيره.